والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا دكتور زاهي سعيد متحدث من قبل وزارة الصحة. أهلا وسهلا بك دكتور. إلى أين نحن متجهون بسبب جائحة كورونا؟ ولا ننسى أن غدا هو نهاية الأسبوع والعائلات يعني تتمنى أن تذهب إلى طلعات الاستجمام بسبب نهاية الأسبوع. إلى أين نحن متجهون؟ إحنا المواطنين بنقرر لوين إحنا متجهين. لا انتشار أكثر وأكثر لهذا الوباء أو انتصار عليه كيف عملنا بأول مرحلة. تصرفاتنا هي اللي بتقرر إذا إحنا بنحافظ على كل التعليمات خصوصا مع التسهيلات. يعني كل ما التسهيلات زادت إحنا لازم نفرجي إنه إحنا نخلي هاي التسهيلات ونزيدها. إحنا بنقرر تصرفاتنا توسيع التسهيلات ولا انتشار المرض، بس احنا بنقرر ولا رئيس الحكومه ولا حدا تاني. تصرفاتنا هي اللي بتقرر لوين نكمل. كيف قالوا تقرير وزاره الامن لالاف وحالات صعبه ومستشفيات يكون فيها وضع كثير صعب، او كيف قبل شهرين محينا المرض وصلنا للصفر. بس احنا بنقرر تصرفاتنا بالاعراس باخذ بكل محل بالافراح بال أخذ الخاطر في كل مناسبة عندنا لما بنحافظ على البعد نشترك بقولش لا مع كمامي ونحافظ على البعد نقدر نعمل كل شيء بدنا إياه. طيب يعني هل نحن فعلا دخلنا في موجة ثانية، في الموجة الثانية التي كانوا يحذرون منها في بداية كورونا جائحة كورونا؟ لا إحنا من ناحية عملية بالجولة الثانية مش مهم، يعني إحنا بالأولى بالثانية بالثالثة. المهم احنا اسا بفترة انتشار المرض، احنا اسا بفترة اللي فيها انتشار سريع تبع المرض ولازم احنا نحاول نمنع هذا الانتشار. هاي النقطة المهمة هنا كتير، وخصوصا اسا الاشتراك بالافراح الناس كلها مشتاقة وعم تستنى كان يكون انه يسمحوا يعملوا الفرحات والناس يشتركوا معهن. انا بقول دائما بدناش احنا نتذكر كل عمرنا العرس اللي عملناه انه بعد جمعه او جمعتين كان في عنا ضيف وتوفى او صابوا شيء. عشان هيك احنا كمان بدنا نعمل عرس وكمان صاحب القاعه وكمان المعزومين، الكل كلنا علينا مسؤوليه انه نمرق الفرحات هاي بشكل حلو وبشكل جيد حسب التعليمات عشان الفرحه تضل الفرحه وما يصيرش الذكرى تبعتها ذكرى عاطله. صحيح. طيب نائب وزير الصحة قال إنه لن يتم فرض إغلاق أو طوق شامل من أجل الحفاظ على الاقتصاد. يعني باعتقادك يعني إذا ما تفشى المرض نوعا ما هل سيتم فرض إغلاق للبلاد؟ أنا كمان بفكر إنه ممنوع نعمل، إحنا ممنوع نعاقب جميع المواطنين عشان فئة صغيرة اللي بداش تعمل التوصيات. الإغلاق هو أصعب بكثير من الكورونا، النتائج تبعته الاقتصادية والطبية أصعب بكثير من الكورونا. هذا يكون واضح، أنا ضد الإغلاق إنه إغلاق بضر المواطنين، المواطنين ما عندهم يشتروا الدواء، وضع الاقتصاد كثير صعب وما كانوش ياخذوا كمان علاجات المواطنين. عشان هيك أنا ضد الإغلاق، بس من ناحية ثانية لازم الكل يساعد عشان نتسلط على المرض ونغلبه بدون إغلاق. إغلاق هو إشي بالمرة مش مقبول، وهذا كان بس بأول المرض لما ما كناش نعرف كيف بنشر، كنا ضعاف ما كناش نعرف إيش هو هذا الفيروس. اليوم إحنا بوضع بنعرف كيف نتعامل معه، كيف ننتصر عليه، عشان هيك مش بحاجة لإغلاق. تطبيق التوصيات فقط إحنا. يعني تطبيق طبعا نعمل التوصيات بس والتزام بالتعليمات. نعم اوكي. طيب طبعاً. اليوم تم تسجيل اعلى نسبه اصابات يعني منذ ابريل نيسان الماضي، 530 اصابه، اكثر من 530 اصابه. هل من المتوقع ان تتزايد اعداد الاصابات او برايك يعني صار هناك وعي اكبر وصار في حرص اكثر للالتزام على التباعد الاجتماعي الذي ذكرته قبل قليل؟ هاي بس الارقام برهن لنا إذا صار في أكثر وعي وانضباط، لأنه بس الأرقام هي نفسها راح تبرهن. أنا بقدرش أعرف إيش كان في بالسهرات، بعرف إنه كان في ناس اشتركوا في سهرة أو راح ياخذوا بالخاطر وهن عارفين حالة عندنا الفيروس. هاي أنا حسب رأيي مش بس قلة مسؤولية،
هنقدر نسميها شبيه بجريمة قتل. واحد عارف حاله عنده الفيروس وبروح بشرك بفرح أو بعزة وبعرف حاله معقول يعدي حدا تاني، هاي اللي مسؤولية كبيرة ومعقول كمان توصل لنتائج مش منيحة. عشان هيك الأرقام إذا توصل لألف ولا ألفين ولا تنزل لاتجاه الصفر، بس إحنا المواطنين بنقرر. نعم طيب سريعا لأنه سؤال أخير، ما هو مطلوب منا التصرف؟ يعني الالتزام والتقيد بالتباعد الاجتماعي، وأيضا أكمل لنا ما هو المطلوب. نشترك نروح على السهرات، اللي بده يروح على السهرة إذا هو من فئة العمر الكبيرة أو عنده خلفيات مرضية بقدر ما يروحش أو يشترك من بعيد، وإذا راح ما يسلمش، ممنوع البوس، واللي هن بخطر يقعدوا بناحية لحالهن بانفراد عشان ما ينعدوش، ونحافظ على حالنا ما نسلمش وبالرأس كمان يكون في عنا بعد كمان بين يعني بدنا نحاول نعمل كل التعليمات، نعمل كل شيء بدنا اياه مع المحافظه على البعد والكمامات. طيب يعني نتمنى من الجميع التقيد، انه سمعوا نصائح جيدا ليحافظوا على امنهم وامانهم. شكرا جزيلا لك دكتور زاهي سعيد، متحدث من قبل وزاره الصحه، شكرا لك.